أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وسلام بالجميع في حلقتنا الأولى من صوموا تصحوا مع الدكتورة كريمة عبدو. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا حضرتك الحمد لله، كل عام وأنت بخير، وكل عام وكل المشاهدين بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع أحبائنا وأهلنا بالخير واليمن والبركة. كل عام وأنتم بخير، وكل الأمة الإسلامية بخير، وكل الكون كله بخير يا رب وسلام إن شاء الله. إن شاء الله دكتورة حتكوني معنا خلال شهر رمضان في 30 حلقة من برنامج صوم وتصح، لتتكلمي عن العادات الغذائية والاستفادة من شهر رمضان بدل من قيام بعض الأخطاء التغذية في هذا الشهر المبارك. بنشكرك شكر جزيل. أنا حابب أعرف الجمهور على الدكتورة كريمة قبل ما تبدأ. هي خبيرة تغذية علاجية واستشارية في علم السلامة والصحة المهنية، هي أيضا مدير عامل معامل التغذية ووزارة الصحة سابقا في مصر، وعضو الجمعية العربية لخبراء السلامة والصحة المهنية أيضا، وهي استشارية إرشاد أسري. والسي في طويل جدا، ولكن حاولنا نختصر في قدر المستطاع. نتشرف بوجودك معنا على كنار تي في صوت العرب من كندا. أهلا وسهلا بك دكتورة، وإن شاء الله تكون الحلقات ممتعة. أهلا بحضرتك يا دكتور، أنا اللي متشرفة بوجودي معاكم، وإن شاء الله يكون رمضان جميل بإذن الله علينا وعليكم وعلى كل مستمعينا ومشاهدينا بإذن الله. دكتورة حتركك مع المشاهدين، وحنتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا وهو الصيام وكورونا. بما أنه نحن الآن ما زلنا في عصر الكورونا وفي وقت الكورونا، فتفضلي لك المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير جميعا. أنا سعيدة جدا بلقائي معاكم، وإن شاء الله يكون رمضان جميل معانا ومعاكم بإذن الله. الحقيقة أنا من خلال شغلي الفترات اللي فاتت دي كلها جاني أسئلة كتير جدا من السادة المشاهدين ومن العملاء. طب إحنا رمضان جاي والصيام نعمل إيه؟ يعني هل كورونا ممكن تأثر علينا؟ هل الوباء ممكن نبقى عرضة ليه أكتر في حالة لما نبقى صايمين؟ فكان مهم إن إحنا أول يوم رمضان نقول لكم كل سنة وانتم طيبين بالحلقة دي. نجاوب على الأسئلة دي لأنها أكيد بتهم كل واحد صايم في أي مكان في العالم، لأن الموضوع بيمس العالم كله دلوقتي. الحقيقة جميع الأبحاث وجميع الدراسات اللي اتعملت ما اتعملتش ما بين الصيام وما بين كورونا، ولكن اتعملت على مواضيع تانية، والحمد لله تم يعني استنباط من المواضيع اللي اتعملت ديت ان فعلا الصيام لا ده بيعمل معجزات في الجسم، مش بس بيقي الجسم شر الميكروبات، لا ده بيعمل معجزات. الحقيقة في سنة 1916 في عالم ياباني ده أخذ جايزة نوبل في الطب في اليابان، قام بدراسات عديدة جدا وعمل أبحاث على جسم الإنسان في حالة الصيام، فوجد إن في خلال فترة الصيام بتتم ظاهرة غريبة جدا. الظاهرة دي اسمها ظاهرة الالتهاب الذاتي. بيقوم الجسم بعملية فسيولوجية صعبة ومعقدة، يعني سبحان الخالق، يعني فعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فعلا إن احنا نبص ونقول سبحان الله. الخلايا اللي هي السترونج القوية والفريش بتقوم بعملية التهام للباتسلز اللي موجودة، سواء كانت خلايا بكتيريا أو خلايا فيروسات أو وايت بلاد سيلز، خلايا كرات الدم البيضاء الميتة اللي هي بيعاد بقى بتموت بتنتهي عمرها وبتموت، خلايا الدم الحمراء، خلايا أي نوع، خلايا ضعيفة من خلايا الجسم وفقدت خاصيتها، بتقوم الخلايا القوية بتلتهم هذه الخلايا. وفعلا أثبت النظرية بتاعته دي وأخد عليها جائزة نوبل. إمتى ده بيتم؟ بيتم لما الجسم يبقى في حالة صيام فوق ال 13 ساعة،
يعني بعد صيام 13 ساعة فعلا بتبدأ الخلايا إنها تقوم بعملية الالتهاب الذاتي دي. فطبعا حاجة زي كده يعني اتعملت عليها بقى نشرات وأبحاث، وشركات الأدوية عمالة بتشتغل يعني إزاي إحنا نعزز بقى العملية ديت والجسم. إحنا بنقول لهم إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من 1400 سنة صوموا تصحوا. فالصيام فعلا بيدخلك في حالة الأوتوفاجي بعد صيام 13 ساعة. هم في كل الدنيا سيان عندهم رمضان او ما عندهمش رمضان استعملوا الظاهرة ديت في عملية الصيام المتقطع، اللي هو بيصوموا بس بيشربوا سوائل، فعشان يحققوا الالتهام الذاتي، خاصية الالتهام الذاتي ده. وفعلا بتدي نتائج حلوة جدا، بتدي نتائج حلوة في علاج الأمراض، بتدي نتائج في لو انت عايز تخسس جسمك بتستعمل الصيام المتقطع، اللي هو بتقعد من 13 ل 16 ساعة ما تتناولش أي نوع من الأكل. في الحالة دي بتقوم بكل الخلايا بتاعت جسمك بتنظيف جسمك من كل الفري راديكالز اللي هي الشوارد الحرة، الخلايا الميتة، فبتدي الجسم نوع من الحيوية ومن النشاط. يعني سبحان الله، يعني سبحان فعلا. لو احنا بصينا ان الصيام ده فرض من فروض الله، وعمر ربنا ما هيقول لنا اعملوا حاجة والحاجة دي هتكون ضرر لينا، فهو طالما ربنا أمرنا بيها فهي أكيد فايدة لينا. بس احنا بنحب دايما ندعم يقيننا بالله واليقين الديني بتاعنا بالعلم، فالعلم قال لنا فعلا الكلام ده. طيب هتقولي لي بقى وتقولوا لي كلكم، ما احنا كلنا بنصوم وبنصوم 16 و17 ساعة، امال ليه اللي بيحصل لنا بعد الصيام؟ ده احنا بنطلع من رمضان ما شاء الله علينا، يعني الوزن زايد والكوليسترول زايد والضغط زايد والدنيا كلها، امال فين بقى الالتهام الذاتي؟ هو فعلا ده بيحصل، بس للاسف لان احنا ما بنطبقش الكلام صح. يعني في مقولة للعالم الياباني اللي هو اكتشف الموضوع ده، بيقول ايه؟ اذا كنت تعيش في نمط سيء، وإذا كنت دائما تتناول الوجبات الخفيفة اللي هي غير صحية، فلن تتاح لك فرصة إنك تحقق خاصية الالتهام الذاتي في جسدك. يعني شفتوا بقى الفكرة جاية منين؟ أنت صحيح بتصوم، طب بعد الصيام بتعمل إيه؟ نشوف كنا بقى مع بعض كده. أيوه. يعني إحنا عايزين نكون أمناء مع نفسنا ونسأل نفسنا سؤال صريح، هل احنا بنصوم صح؟ فلو احنا فعلا بنصوم صح هتحصل لنا الكلام ده، هنطلع من رمضان زي الفل. والله يا جماعة انا بقول لكم الكلام ده عن تجربة شخصية. يعني انا رمضان اللي فات كان هو اول رمضان يجي علينا في ظروف الحظر، وكل الناس قاعدة في البيوت ومحدش بينزل خالص، والناس كلها يعني فتحت في الأوزان إلى أبعد الحدود. يعني الحمد لله وبفضل الله وبفضل اتباعي للنظام الصحي السليم أنا نزلت 30 كيلو، يعني بلا مبالغة، ولا باتباع دايت ولا غيره، باتباع بس نظام صحي سليم. ناكل إيه وإيه اللي ناكله وإيه اللي ما ناكلهوش، وإيه اللي ندخله أجسامنا وإيه اللي ما ندخلوش أجسامنا. بس احنا لو اتبعنا كده فعلا هنصوم صيام صح، طبعا وفعلا هنحقق الكلام ده. اتفضل دكتورة، انت بتربط الصيام الآن في تقوية الجسم والمناعة، بالظبط بالظبط، وعشان هيك الجسم ممكن يقاوم مش بس الكورونا بس اي كل حاجة الفيروس. تانية. اه ممتاز ممتاز، وهذا شيء مهم جدا، وخاصة احنا الآن صرنا نعرف اكثر عن اجسامنا وكيف نحمي اجسامنا، فهذه فرصة جيدة نستغلها. بالظبط، احنا يعني بنستغل فرصة رمضان ان احنا نطلع منه بصحة جيدة، مش بصحة رديئة، مش بندمر صحتنا. ايه اللي بيوصلنا بقى؟ ان احنا بعد الفطار نلاقي نفسنا مصدعين وعندنا تخمة وعايزين ننام، مش قادرين بقى ان نصلي العشاء ولا نصلي التراويح ولا نفتح المصحف ولا نعمل اي نشاط بقى. هو مش معقول اليوم هينتهي بأذان المغرب،
لا، اللي عنده شغل فيه بيواصل شغله، اللي عنده دراسة بيواصل دراسته، اللي عنده أبحاث بيواصل أبحاثه. طب اللي بيحصل إن بينتهي فعليا اليوم بوجبة الإفطار. طبعا ليه؟ عشان اللي احنا بنحطه على السفرة، احنا بنحط على السفرة يا جماعة أشكال وألوان وأطياف من الطعام، احنا بننتقم كأننا كنا في مجاعة طول اليوم، وبنقول بقى نلحق نعبي المعدة اللي موجودة جوه ديت اللي يعني. وراك وراك. فالحقيقة يعني احنا بننتهز فرصة برنامجنا ده، وبنشكر الدكتور جمال على انه اتاح لي الفرصة ان انا اتكلم معاكم. احنا عايزين كل حلقة نتكلم عن شيء، بحيث ان احنا نوصل في نهاية رمضان، لا عايزين نطلع من رمضان بصحة كويسة، عايزين نطلع بوزن مثالي، مش عايزين نطلع ابدا. خلاص نلغي فكرة الوزن الزائد بتاع رمضان ده، رمضان ربنا ما عملهوش لكده ابدا، ولا فرض علينا الصيام عشان نعبي، ما احنا طول السنة بناكل، احنا حتى في عز الحظر وفي عز كل شيء بنجيب وبناكل، ما عندناش حرمان يعني عشان نعوضه في رمضان. رمضان جعل للعبادة ولنقاء النفس ونقاء، كل لما فضيت معدتك كل ما روحك ارتقت، وكل ما روحك ارتفعت إلى أعلى، وكل ما قدرت إن أنت تستلهم النور الإلهي. عمرك شوف نفسك بعد وجبة تقيلة، هل بتقدر تقف تصلي صح؟ عمرك أنت بتبقى واقف بتصلي وأنت بتنام. فإحنا لذلك ربنا قال لنا الصيام ليه؟ لعلكم تتقون. لأن فعلا الإنسان طول ما هو معدته فاضية ومعدته مرتاحة، فجميع أجهزة جسمه واخدة راحتها، بتعمل شغلها وهي مرتاحة، الدم بدل ما كله متوجه ناحية المعدة، لا ده بالعكس ده بيروح للمخ وبيروح للعضلات وبيروح لجميع الأجهزة بتاعت الجسم. لذلك انت طول النهار وانت صايم تلاقي نفسك كويس قوي، تلاقي صحتك حلوة وقادر تقوم بأعمالك، هو بس الثلاث اربع ساعات الاولانيين في اول النهار، ودول نعم هنحكي عليهم بعد كده يعني. دول بيتوقفوا احنا بنتسحر ازاي وبنتسحر ايه، لان على حسب سحورك على حسب بدايات يومك. هل انت هتبدا يومك بشكل فريش وعندك باور وتقدر تشتغل، ولا هتبدا يومك بالجوع والعطش وانت بقى في عيني في مظلمة صايم ومجوعينك؟ صحيح. الحاجات دي كلها يعني بيتوقف عليها سلوكياتنا، وهو ده اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين نغير من مفاهيمنا، عايزين نغير من سلوكياتنا وعاداتنا الغذائية في رمضان. إن شاء الله دكتور، أنا بشكر كثير، حلقة جميلة جدا، حنتابع هاي الحلقات معك كل يوم على كنار تي في صوت العرب من كندا مع الدكتورة كريمة، وإن شاء الله ربنا يعيدوا علينا وعليكم، تستفيدوا من هذا الشهر كما قالت الدكتورة كريمة. نراكم في حلقة قادمة، سلام للجميع. مع ألف سلامة يا دكتور، وإن شاء الله أشوفكم بخير بكرة بإذن الله، وأتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا بدون إفراط ولا تفريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.